كنت أسأل نفسي سؤالاً عندما أرى ذلك القارب الذي يسمى الشاشة، كيف لهذه الشاشة أن تطفو على سطح الماء دون أن تغرق رغم وجود فراغات بسيطة بين سعف النخيل المصنوعة منه؟ لكنني عندما جلست مع واحد من سكان لوا عرفت السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. ولهذه الشاشة تفاصيل يرويها لنا علي بن خميس المعمري من أهالي ولاية لوا، وتفاصيل أخرى عن لوا إحدى مدن ساحل الباطنة. أشعارنا الشاشة، أشعارنا وأشعار أبائنا وجودنا. إلا الشاشة نستعملها من زور النخل، من النخل نأخذ أحسن الزور ونسحله، عقب ما نسحله نجيبه ونخرسه في البحر. شيء نخل معين ولا أي نخل؟ شيء نخل معين، ولا مسلة ولا شهل، ما كل النخل معين يعني، ولا مسلة ولا شهل، إن هذا زور قوي ما يخرس زيادة في البحر. ونجيب ونخلصه هنا ونخليه قدار أسبوعين، ونقلد الليف، نقلد الليف ونسوي مشاكيك، وناخذ العسل مال الصلاني ونسوي مشاكيك قدام في الحبل، من قدام في الحبل، من قدام من قدام عنا نشك بالزور، نكمل الزور، خلص الزور دخيناه وسحناه ونولمه، شيء يسموه بغ، وشيء يسموه رضف، وشيء يسموها راس. نقول نكمل القاعة، نشك القاعة، عقب نكمل نشك الخواصر منه ومنه، يسموه خواصر، يسموه خاسرة. بعدين نشك الغطاء، بعدين نجيب الكرب، استعمل لها الكرب. شوف الشاشة هي كم شلت، 1500 كربة، 1000 كربة، 700، 500 على كبر الشاشة. شاشة كبيرة مال ضغوة، وشي شاشة مال سيرة بحر يصيدوا بالصيد، وشي شاشة بعد يصيدوا بالصيد إلا صغيرة، ما النفر واحد، ما النفر واحد. كملنا الشاشة، شكيناها وصفينا الزور وصفينا عليها الكرب. الكرب يكون ببطنها، ببطنها، هي صف داخل بطن الكرب. بعد الكرب ما اللي توح توح الصفة مرة، كان من تقلبها، وكان سيدة سيدة مسوي شيء هوية الصف عليها، تعدل الكربة تصفها مرة صف، وتتبعها مرة كامل من التفر لين الصدر. يوم تجي الصدر تخلف الصف في الكرب، كان قابل كذا كذا في العرض، لا الصدر تخلفه، تخليه يصف على قدام، على قدام، على قدام. إيه أبوز الكربة يصد قدام صدر الشاشة. ليش؟ أنا ما يزخ ماي. أها. إيه يوم يدور صدر صدر الشاشة ما يزخ ماي، ما كمل هذا اللي هنا في الوسط، هنا ياخذ زيادة كرب. واللي هناك لا، الشبت عاد صفيت عن سويت عن شو فيها مشايب، مشايب يسموها، تصلبها وتجيب غصوص وتجيب هذاك الله يعني هذا صورة، الصور تزخ عليه وتصلب المشابه على ذيك الصور، تزره على قوتك مرة، على قوتك مرة عشان يمسك، أنا مشان يمسك، يمسك الكرب هذا في الزور في الشاشة الروحة. تتبع هذا الشاشة هنا في التفر ثلاث، وفي الصدر في الوسط ثلاث، في الصور ثاني، هنا في الغصوص ثاني قدام بعد ثلاث، في الصدر ثلاث، كان على كبر الشاشة وصغرها. بعدين عزخت شلت الدفافين عليها، سوي لها دفافين، تقمع هذه شاشة دفافين منه، وتربط على غصوص، تربط على غصوص، وخلصت الشاشة جاهزة عاد، جاهزة تو، تعال الشاشة يهدت تو عليك. سوي ايش عاد؟ كان بس الغبة البحر الشل هشوة، سوي دقل، دقل شراع، شراع سوي لك دقل على قد الشاشة، وسوي لك شراع على قد الشاشة. الصيد الأول صيد نوعين، صيد الخيط وصيد الليخ. صيد الليخ نستعمله من البي، نستعمل البي، 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 البي هذا الأول شيء يابنا يشترون مسكد. هذا غزل؟ لا ما غزل، هذا مال شير، مال شير، مال شير، هي بي مال شير، البي هذا مال شير. من وين يشتروه؟ مسكد، من مسكد، هي
بعدين تقرب لنا يا ابو فسحار. تقرب لنا يا ابو فسحار. زي عند النسوان وغزلنا النسوان نعطيهم بوزان وناخذ عنهم بوزان. عقب جبنا احنا مع النسوان خذناه طويناه كبيب. عاد انت كم تريد كم شده اللي تريده؟ تريده ست تريده ثلاث تريد على كم على على ما تريد. المنصب نسوي ست شدات. المنصب مال كنعد والسهوة والقباب هذا. السينة مال خباط وهذا باقي السمك الصغار نسوي ثلاث شدات وشدتين. تحت نخلي ثلاث شدات. وهوق نخلي شدتين. اللي قبل لا نستعمله هذا نحيسه. قبل لا نستعمل البي. يعني الطراقة. أو نحيسه ونحوي على على حطبة. بعدين زخينا وطرقناه. انطرقوا رواحنا جبنا عاد هنا ولفنا المحار ورلفنا الكرب وصفيناه دور ما داير نصف صفه صفتين وكبينا محار لين يكمل كمل لبقناه بكمته اعطيناه بضو ايش يسموه صار هي يسموه صار الاسم تم يلبق عاد في الضو لين قدام اذان العصر عصر عقب اذان العصر وردت الشمس جينا طلعنا المحار هذا النظيف طلعناه كان استوى اسود ترى هو ما ينفع هي ما ينفع ولا استوى كما ثوبك كما ثوبي بيضة محار ينفع ترى هو ينفع وقف اللي قال يلا مسوى ركبت مسوى دورت مسوى سي سحار هي سي سحار مسوى من سحار جيري ها جيري من سحار ونعدله تبع نعدله مره نعدله وقال ما يحتاج خلص الليخ وخلصت اللناير الحين كل شيء خلص كل شيء من الغزل والبي غزل صيد الياخ صيد الياخ تو عاد الليخ خلص من كل شيء شليته على تنصبه كان عندك شاشه من قبل شليت في ذيك الشاشه زقرت مثلك وشرواك اللي هناك حاضرين قالوا عويش عاد ايش عاد جاب يسوي مهموسه قروس البر والسم العربي والتمر المدلوك يلا تعالوا كلوا منه والعرب تاكل اللي يزيد شل البحر اللي يزيد شل معه البحر هو ربيعه كان عنده ربيع اول ما يتوح حصاه داح كسره من ذاك التمر ورا الحصاه داح البحريه ذيك الثانيه داح كسره كذا ورا البحريه مغط الليخ مثل مغط منك مثل واللي يزيد كله هو ربيع الساحل ينادي الخيط كيف نعمل الصيد بالخيط صيد الخيط كيف نعمل الخيط ناخذ غزل ونحيسه رواحنا ونشوف كم شده يبقى الخيط ثلاث شدات شدتين ونزخها ونكسرها رواحنا ونكسرها على ايدينا في اليوم بسوي لك باعين ثلاث تبوع بس يوم بتسوي بعد اللي يقول لك على الطوالات يزهد. هي بغيت عاد شدتين عاد الرداع هناك كيف الرداع؟ الخيط الروحه ثلاث شدات. والرداع شدتين الرداع. الصيد الوايد هاي بذره الديايو والقصماء هذا نسوي له 9 ميادير. حد يسوي له 12 ميدار. انتهى تحتك ومسوي له سواويد. قريبه يعني هي قريبه الاول ما سويته ماشي الحين ما كله بعيد ها بذره الصاله والكوفره والسمان والقربيه والباوو والوريقه فرينكاه سنسر هذا باقي السمك هذا انواع السمك هذا نسوي 3 ميادير ولا 4 دفرت شاتك ورحت دار البر لك الصبح نشرت الشراء كان البر خفيف جر تحته شوي وكان البر طيب هو طيب ما يستحمل يشلك الشراء يوديك لين المكان انتبه طرحت هناك وحدقت ويوم دوار الهواء
نشرت شراعك وجيت على البر. وبعد رحلة صيد طويلة كانت أم قصيرة، يأتي الصياد بما رزقه الله من خيرات البحر ويعطيه لشخص يعرف محليا باسم الجمار، وهو الذي يتولى عملية نقل السمك ليتم بيعه بعد ذلك في العرصة، حيث ينادى عليه في سوق لوا الذي كان يحتوي في السابق على أنواع متعددة من البضائع التي تأتي بها السفن العابرة من بلدان مختلفة. البيع السمك هنا عندنا احنا بلدنا، هذه عندنا قماميط. قماميط؟ هي قماميط. هذا اللي يشلوا السمك يبيعوه مكان ثاني؟ يشلوا يبيعوه يودوه العرصة. العرصة؟ كان عرصة هنا. وين العرصة كانت؟ عرصة شرق المحكمة الشرقية. شرق المحكمة هنا. هنا كان صدر كبار. وهنا العرصة تستوي. وتولى في العالم هنا. مسيرة ساعة، ساعة ونص تسمعهم. من قوت العالم. هنا العرصة. وينادوا هناك؟ ينادوا هناك على الصيد. القماط يشله منه ويودي هناك وينادي عليه، ويوم هذا جاب فلوسك وقال له ابوي هذا بيعك. اعطيته لازق لنا سهمه وخذيت سهمك انت. البضاعه هنا مسكت. مسكت؟ اي نعم، ونزلها على هذا حرمول. حرمول؟ هي الولايه الواء الا البندر حرمول. بندر السفن؟ بندر السفن حرمول، ينزلن على حرمول. يشلن من حرمول السفن. يحملوا قاشع، يحملوا لومي، يحملوا كل شيء. يحملوا من حرمول السفن أكثري، ويوم يعني لهم يشتوا لهم يعني مكان حمال كما صحم كما الخابورة، يصير ربوان متشحن شل منك شل منك هي شلوا ما كله مني. والبوام التي بناك بعد شيء بالعيش نزل تتباع وتنزل حرمول، نزل على البلادين ذلا ما هي سيارات غير على الله على الله والمحمل. المحمل بوم يا البوت سنبوق كوتية، هذا المحامل بدن بدان كبار. هذا فيه محامل لها اللواء؟ لا ما لها لواء، غير اللواء اللي تجي عابرة. عابرة وشي عندنا هنا بوام شي بومين محملين، بعدين كسرن على باعن، بعدين سوى يا البوت عود، سوى يا البوت كبير، بعدين سوى ضرب عليه الخب وسوى فيه نفر واحد وخب شديد شديد الخب. نشترك الرجال قبل يوم ثلاث ايام خلال ما قاوى على الخب نفر واحد. صحيح؟ هي كان يركض عليه بخصين ويضرب الباورة بخصين ويركض على السكان ويديره ورزه على البر. يوم يزن في نص المعي دق الفكر بعد ثانية كان بعقله الباورة هنا وبعفد عنه هذا البر قريب. تاح الباورة العودة ليه؟ يوم تاهل الباب والعوزة جاء بتكبه كبر الخصين قربه اشفه مرة ثانية طشك قم هناك وكان يلايف صوبين سلم هو وهو سلم هو بخير. المحمل خلاص راح؟ المحمل راح، المحمل ما راح. ما راح ما صابه شيء. اللي عاد لوثوه بعدين طلب لي ناس وهذا ولوثوه في عاد ضرب مالكلفات وهذا صيانة بسيطة المحمل وشار. سافر بحفظ الله، سافر وقت الغمشة، ترجع باكر دامه الساحل ينادي. وكغيرها من مدن الساحل ينتقل معظم سكان الساحل في حرمول، وهي أكبر قرى الساحل في لوا، ينتقل سكانها إلى المزارع لقضاء فترة القيض تحت ظلال أشجار النخيل. احنا ننتقل بلدنا هاي تنتقل نبر تنقل هذا لميس لبلاد قريبة إلا نخل غرب كمان احنا الحرمول. احنا ننتقل من يبشر قبل لا يبشر الصلاني استلينا استلينا عاد نسوق الدعون. تعبوا الدعون الأول ما شغيرهن دعون نشل من الدعون هذيلة ونبني عرشان داخل النخيل وحددوا فرقان طلعوا من النخيل مكان يعني صحراء كذا وداروا صف البيوت عرشان صار وبنوا. صار سكن سكن
لين القيض، يخلصوا من القيض، خلصوا من القيض تحولوا ردوا بعدهم الشتاء على الساحل. على الساحل ردوا على شنو؟ على بعث البحر ثاني مرة غير. هي في القيض لو بعث البحر قليل، إلا عنده دوباي هنا بحر 20-15، ولا عنده شد، ولا صار ساعة واحدة ورد. إلا الصيد وايد، إلا أول صيد وايد على الشدود، صالة، كعب، كر، مكر، قورانة، من جميع السمك. صار يا شاشة شحنة، شل القماط، صار يبيع القماط عاد يتبع الفرقان الصبح، يتبع الفرقان، ولا العصر لا، عقب الظهر لا، في العرصة يبيع العرصة. وفي منادة ودلال يدانت عليه سمك. من المناطق اللي هو من شرقه ماشي غير حرمول. حرمول البحر بيه ماشي. وانت ماشي؟ احنا ماشيين نبر. حرمول نبر بس. بعدين يجيك رميلة. رميلة هي رميلة الدواني. من الاسرار ساير شناص. اها هي اللي عند الوا الغرب يعني زياده شويه في الجبال. نعم في تعلم قران. قران قران كيف كانوا يتعلمون؟ يعلمهم مطوع. تعلمهم مطوع، علمهم من الألف للباء على اللوح، يعلمهم كتب لهم على لوح، ياخذ الحبر، الحبر مال مال عوق مال البحر، ولا عنده حبر روحه مالها، ويعلمهم يكتب لهم على اللوح ويعلمهم بالحبر لين يعني يطلعوا من يد عمه من الآيات. هذا القصار عاد عفدهم على المصحف وتم يقريهم المصحف. الساحل ينادي. هذا الشيء انا ما شفته اللي يخبرونا عنه. يخبرونا عنها ان شيرك كبيره كبيره، ما عندك كم متر كذا يعني دورتها، وثمرتها كما الغرش. شيرة الماشو صح كما الغرش، هاي اللي ما تفيد. اللي يقول انا يومتي هناك تحتها كان انسان مريض ولا شيء يستفيد ياخذ منها يعني. سكر الالام يقولوا. سكر الالام، يستفيد من يعني من شيرة هذيك. الشيرة هذيك هي شجرة واحدة؟ شجرة واحدة بس ما شجرة. بس. هي ويمكن الشياب يقول مستوت الدنيا هاي الشجرة. هي موجودة. هي موجودة. بسنين سنين سنين.